هو احنا فعلا اتخطفنا؟ امال امال ايه يا عبد صبور؟ انت هتعمل لي فيها شكك؟ عبد صبور ريحني والنبي وقول لي الست اللي اسمها نرمين دي اشمعنى ضربتني انا بالنار وخدتك انت؟ معرفش، هي خدتني وقالت لي روح اعترف للضابط بكل حاجه، وده اللي ينفع اقوله. انا ما اعرفش اي حاجه، ورب الكعبه ما اعرف اي حاجه. انا عاوز اروح البيت انام، هتيجي معايا ولا لا؟ نروح بيتكم تاني يا عبد صبور. يا ابني هو في حاجه علينا؟ ما خلاص خدنا براءه، مفيش حد مستنينا هناك. نفسي انام يا اخي في هدوء بقى. هتيجي معايا ولا امشي؟ خليك، انا هروح انام، انا مش فايق لك. عبد صبور، عبد صبور، ما بلاش يا عبد صبور، كفايه اللي حصل المره اللي فاتت. المره دي غير المره اللي فاتت. طب احنا ليه ما دخلناش من الباب؟ ليه نازلين من فوق؟ عايز اعمل لهم مفاجاه يا اخي. ماشي يا سيدي. ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ممكن يكونوا فتحوا مشروع. مشروع عيد المزرعه السعيده. تفتكر يكونوا بقى عفش البيت وجابوا شويه بط ورز استرزقوا منهم؟ يعني ممكن. يا سلوى، انا خدت براءه يا سلوى. ايه ده؟ يا صفاء، يا اسماء، يا ولاء. ولاء انت؟ ولاء هو انا بقالي كتير في السجن. هو مش ده ابو الليف؟ ابو الليف ايه ده؟ هيضيفنا كلنا. انا مش عارف، هو الاستاذ محي اسماعيل ساكن هنا؟ هو دول بني ادمين ولا زوم؟ ايدك يا بابا، اوعى. ايه ده؟ ايد حضرتك انت؟ مش قلت لك المره دي غير المره اللي فاتت؟ ايوه جاي. عبد الصبور. حسن، اصيل يا حسن. الحمد لله على السلامه. هما فين؟ جوه. تعال. بابا جه. يا حبيبي وحشتوني. عاملين ايه؟ انا هكلم البوليس. بوليس ليه بس يا ابله؟ احنا واخدين براءة. احنا عدينا على الحارة دلوقتي وعرفنا كل حاجة. بقى اخوكي خدير يعمل كده؟ ما هي دي النتيجة الطبيعية بعد اللي عملت انا وامي عشان اخرجك من اللي كنت فيه. طول عمرك اصيلة يا سلوى. كل الفترة اللي فاتت دي كنت بتشتغلني وتضحك عليا ومتجوز من ورايا. ما ضحكتش عليك وما اتجوزتش من وراكي. انا اتورطت والحمد لله خرجت منها. والله العظيم يا جماعة ما عملنا حاجة. خلاص بقى يا سلوى، الراجل حلف. صدقيه بقى. لا مش هصدقه. وبعدين لو انت فعلا عندك حق وكلامك صح وصادق، ليه ما ردتش على البت اللي كانت واقفه عماله تكيت فيا قدام عينيك وانت قافل بقك ما نطقتش وبتقول ان انت حب عمرها وهي حب عمرك؟ ها؟ ليه ما ردتش عليها؟ تبصين لي كده ليه؟ انا ما خدعتكوش وعمري ما عملت فيكوا حاجه وحشه. اما بالنسبه للفلوس والجواز فكل ده كدبه واتورطت فيها والحمد لله خدت براءة وخرجت منها. أنا نفسي أعرف بس يثبت لكم إزاي إنه بريء، ها؟ يا سلام على الكلام الموزون. أهو ده بقى مربط الفرس. ردوا. مش عارفين بقى. بس أنت الموضوع كل مدى بيتثبت عليك أكتر يا عبد الصبور. خصوصًا بعد ما بقيت واقف قدامنا كده بريء رسمي. ما هو مش معقولة يعني ما تكونش اتجوزتها وطلعت منها عادي. وبعدين أنت جاي دلوقتي اللي هو على أساس إيه يعني؟ ناخدك في حضننا؟ تعالى في حضني. تعالى. أيوه. أنا جاي عشان أخوكوا في حضني. أيوة هي بجاحتك يا أخي. بعد كل الأذية اللي سببتها لنا طول حياتنا، مش عشان البيت اللي اتباع، لأ، قبلها من الفقر اللي كنت معايشنا فيه والذل اللي كنت بشوفه من جوزي وانت عمرك ما وقفت جنبي ولا خدتلي حقي. جاي دلوقتي ليه يا عبد الصبور؟ ها؟ عشان تيجي تعيش معانا هنا؟ ولا عشان تضحك علينا بحاجة جديدة؟ أضحك عليكم؟ ده انا نسيت شكل الضحك بسببكم وبسبب مشاكلكم وقرفكم. في واحده فيكم فكرت انا بعمل ايه عشان امشي البيت؟ في واحده فيكم فكرت انا حرمت نفسي من ايه عشان تمشوا في وسط الناس مستورين؟ في واحده سالت انا كنت بعمل ايه واتبهدلت قد ايه الفتره اللي فاتت؟ ده انا عمري ما شفت يوم حلو. وعشان مين؟ ما هو عشانكم. امشي يا عبد الصبور، امشي. انت خلاص ما بقاش ليك مكان ما بيننا.
وابعت لي ورقة طلاقي بسرعة لو سمحت. يسألوا امشي يا عبد الصبور امشي.